اشرف متاخر مهاجم نادي الجمعة حماده من عينيك النهارده على الاداء الجميل والفوز ب3 بطولات. انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحمد ربنا الاول على المكسب بعد خساره ماتشين. طبعا يعني الحمد لله على كل شيء، بس احنا طبعا يعني ايه بنحاول ان احنا نركز في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، لان الدروب اللي حصل لنا في الماتشين اللي فاتوا طبعا كان مخلي الفرقه في حاله نفسيه مش كويسه. فالنهارده ان شاء الله نفسيه اللعيبه ترتفع ان شاء الله، ونبقى كويسين المرحله اللي جايه ان شاء الله. تمام، بالرغم ان انا كنت سيء النهارده، بس الفرقه يعني الحمد لله ادت اداء فوق الممتاز ان شاء الله، ولكن يعني مش ده الاداء المطلوب، احنا عندنا اعلى من كده ان شاء الله، وفي الماتشات الجايه يعني نبان ان شاء الله باذن الله. شايف ان نادي الكوب حماده صادفه عدم توفيق في الماتشين اللي فاتوا مع الدلنجات ومركز الشباب الاجباري؟ والله هو يعني عامه احنا مش هنقول عدم توفيق، بس يعني كان في من الحكام وكان في من هنا، بس احنا يعني بنحاول نلتزم في الماتشات اللي جايه. يعني سوء ان احنا نلعب كويس او نلعب وحش، احنا كنا بنأدي ولكن بيخش فينا، يعني دي حاجه ما احنا مش عارفين هي ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنحاول الماتشات الجايه نركز ان احنا نبقى احسن من الاول ان شاء الله، وباذن الله هتشوفنا في الدرجه الثانيه ان شاء الله باذن الله. ايه استعدادكم الماتش اللي جاي ان شاء الله؟ والله الاستعدادات الماتش اللي جاي يعني بعد الروح العاليه بتاعت النهارده ان احنا نبقى اعلى من الماتشات اللي فاتت ان شاء الله، ونفسيه اللعيبه مرتفعه، فان شاء الله يعني بتمنى ان احنا نبقى احسن من الماتش ده كتير يعني باذن الله. كابتن اشرف، انا ليك على الفوز النهارده، واتمنى لك التوفيق في الدوري ان شاء الله.